مشاهدينا الكرام متابعينا على الوطنية أولمبي البيجي والترجي الرياضي التونسي في هذا الدورة 16 من كأس تونس لكرة القدم. مفنيين يعرفوا جيدا خبايا الفريقين. وانطلاق المباراة حاليا في الملعب الأولمبي برادس، أحمد العكيشي في مجهود فردي ممتاز من أحمد العكيشي الجهة اليسرى، والتوزيع طليق أريسون أفول. أريسون أفول يختار التصويب ويرجع الكرة بصعوبة الحارس 27 متر تقريبا. جوزيف يانيك نشانغ والهدف الأول والمسها، لكن جاوزته. والهدف الأول للترجي الرياضي التونسي عاد من جديد للمخالفة المنفذة من جوزيف يانيك نشانغ، المتابعة من زياد الغانمي. أحمد العكيشي يمشي للمنافس مباشرة، يوزع في المحور وجوزيف يانيك نشانغ. بعض اللاعبين في الترجي تنتهي عقودهم مع شر جوا وهفوة كبيرة. شمس الدين الذوادي، رجوع كرة خاطئ وهدف التعادل، وهدف شمس الدين الذوادي ضد مرماه في تنفيذ المخالفة للترجي. كرة في المحور، شمس الدين الذوادي، الإجابة من شمس الدين الذوادي على الهفوة المرتكبة منذ قليل بمنح الأسبقية للترجي والسعود بعد الكرة الثابتة الأخيرة وبارتماء رأسية بتبع التصويبة الرأسية الأخيرة. سنة 2013 التوزيع من سيمون ليوسف الترابلسي، وثماش وضعية تسلل ومعاذ بن شريفية والتدخل الأخير. أسامة الدراجي يبحث على المساندة، يلقى حسين الراقد والتوزيع لجوزيف يانيك نشانغ والكرة محاولة خطيرة. حسين الراقد أريسون أفول نشانغ، وهدف نموذجي للترجي الرياضي التونسي. حسين الراقد الفيستا التمهيد لأريسون أفول، والتواجد ممتاز بين المدافع والحارس للدولي الكاميروني جوزيف يانيك نشانغ. ونهاية الشوط الأول 3-1 للدور الثمانيائي من كأس تونس لكرة القدم. أحمد العكيشي المحاولة واضح في اتجاه الحارس والمحافظة على الكرة. وأحمد العكيشي وتري ماكو ودريس المحيرسي والتصويبة الأخيرة. منصور في بعض اللقاءات لعب مع بوبا في محور الدفاع، والفرصة لمحمد أسليتي وفرصة كبيرة. خليل شمم التوزيعة والمحاولة الأخيرة. أحمد العكيشي، سامح الدربالي، وتأهل الترجي رسميا للدورة الثمانية من كأس تونس لكرة القدم.